الخروج وانا تبع نشكر السيد المراقب العام ومثل السيد المدير العام للامن الوطني وهو في مهمه خاصه لهذه البدايه المجاهده ابى وبإعادة السيد المدير العام ان يشاركنا هذا العزاء أصالة نفسي ونيابة عن جميع الوفد وجميع ساكنة هذه الولاية نعزي أنفسنا ونعزي ولاية الجلفة برمتها ونعزي الجزائر قبل أن نعزي أهل الفقيد على هذا المصاب الجلل وعلى هذا الفقدان من أيقونة الثورة الجزائرية. هذا الرجل الفذ الذي صنع بالأمس أمجاد الجزائر والذي اختتم هذه السنحة ونحن في شهر المبارك شهر عيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية أن ننحني أمام هؤلاء الناس وأن نقف أمامهم وقفة إجلال وإكبار بكل تضحياتهم بالجسام وكل ما قدموه